اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من اخر الاسبوع. حلقتنا مليانة فقرات كتير واخبار كتير متنوعة. هنبدأ اولى فقرات حلقتنا مع اهم اخبار الاسبوع. اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان خطة الوزارة لتدريب 500 الف معلم تأتي باعتبار ان المعلم هو العنصر الاهم والفعال في عملية التعليمية، واشار الى تطوير اداء المعلم وليس كتدريب للترقي فقط كما كان يحدث بالماضي، مؤكدا ان الوزارة تواصل مع كافة الدول صاحبة التجارب المتميزة في التعليم مثل اليابان مثلا لمساعدة مصر في تطوير وانشاء نظام تعليمي مصري يحافظ على الهوية المصرية واللغة العربية. اما عن مدينة زويل فقد قال سميح سويرس عضو مجلس امناء مدينة زويل ان المدينة عالمية وتشغيلها يطالب تكاليف عالية نظرا لتوفير مكان لكل طالب ومعاهد بحثية، والهدف الأساسي من المدينة أن تكون منارة للأبحاث وبراءة الاختراع بما يعود بالنفع على مصر والخارج. وأضاف سويرس في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي لمدينة زويل أن إسرائيل تعيش على البحث العلمي وتنفق مليارات الدولارات عليه، أما نحن في المقابل نحاول بالمجهود الذاتي ودعم الشعب لاستكمال مشوار أحمد زويل لأنه هدف سامي نسعى لتحقيقه. في مجال الإعلام قال محمد العميري وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن المجلس شكل لجنة تراخيص لكافة الوسائل زي شركات إعادة البث وشركات الكيبل، وأضاف إن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول الثلاثاء المقبل للاتفاق على طريقة عمل اللجنة والنظر في التراخيص المقدمة للمجلس، لافتا إلى أن الشركات والوسائل الحاصلة على تراخيص ستظل سارية إلى أن يأتي موعد تجديدها. أما في السعودية قرار قيادة السيدات للسيارات سلاح ذو حدين، فهو تسبب في تحويل جذري في حياة الأسرة السعودية حيث تتمكن كل سيدة من قضاء مستلزمات بيتها بنفسها دون الاستعانة بالسائقين الأجانب مثل ما كان يحدث في الماضي. هذا القرار يقوم بتوفير ما يقرب من 14 مليار ريال في العالم الواحد للمملكة العربية السعودية بعد ترحيل السائقين الأجانب بحسب تقارير إعلامية في 2016، حيث تكلفة السائق الواحد للأسرة يعادل ما يقرب من 1000 دولار في الشهر. اهتمت الصحف العالمية بنقل فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى المقامة في الجونة بمحافظة البحر الأحمر هذا الأسبوع، والذي ضم عديد من النجوم المصريين والعرب والعالميين. فنشر موقع يورو نيوز الأوروبي الشهير عن مهرجان الجونة السينمائي إنه يعد من أكبر مهرجانات السينما حول العالم، فهو ضم أكثر من 400 نجم حول العالم وظهر فيه حسن استضافة مصر للمهرجانات على المستوى العالمي. كما قامت CNN بنقل الحدث تحت عنوان نجوم الفن تتألق في مهرجان الجونة، كما تناولت BBC ردود فعل إيجابية حول المهرجان الذي يعكس صورة إيجابية عن مصر. انتهت فقرتنا الإخبارية، هنطلع فاصل سريع ونرجع لحضراتكم بأول فقرتنا. تعرف معنا على الخطوات المستقبلية بعد التخرج من كايرو ميديا سكول. الانضمام لعضوية كايرو ميديا كلوب التي تمكنك من الحصول على فرص تدريبية في المؤسسات الإعلامية وتجهيز سيرتك الذاتية والتقدم للوظائف ومناقشة أفكار الأعضاء وتوفير وسائل تنفيذها. الخريجون سيشاركون معنا في تأسيس كايرو تي في أونلاين، تلفزيون موجه باللغة الإنجليزية والعربية من القاهرة إلى العالم. رجعنا من الفاصل وهنبتدي اول فقرات حلقتنا. الاهتمام بالشباب في مصر زاد كتير قوي الايام الاخيره، خصوصا بعد ما بدا الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل مؤتمرات للشباب في عديد من المحافظات زي شرم الشيخ واسوان والاسماعيليه واسكندريه على مدار السنوات اللي فاتت. مش بس كده، بدات وزاره الاستثمار والتعاون الدولي بالاهتمام بالشباب وعملت مبادره تحت اسم فكرتك شركتك. المبادرة دي تحت رعاية الوزيرة سحر نصر. هدف المبادرة دي تشجيع مشروعات الناشئة وتوفير بيئة ريادة الأعمال. معنا النهاردة أحد الشباب اللي قدمت فكرتهم للمبادرة، هنتكلم معاها عن فكرتها وعن دخولها للمبادرة. أهلا بك يا فاطمة. أهلا بك فاطمة. عايزين نبدأ كلامنا معاكي ونسألك، أنت بتدرسي ولا خلصتي دراسة؟ لا أنا في آخر سنة ليا السنة دي. نوع دراستك إيه؟ بدرس بيزنس.
بزنس ادمنستريشن يعني اداره اعمال. أيوه. تمام، انت ليه اخترتي المجال ده للدراسه؟ اخترته عشان كان عندي فكره من زمان نفسي اعملها، وكان نفسي ابقى مصممه ازياء، بس الموضوع ده في مصر يعني ما لهوش تقريبا يعني كليه او حاجه ادرس فيها ده، فقررت ادرس بزنس عشان اقدر بعد كده ادير الفكره اللي انا عايز اعملها واعمل شركتي. تمام. كتير من الشباب خصوصا في اخر سنه في الجامعه بيكون عندهم قلق ان هم بعد ما يتخرجوا وينزلوا يدوروا على وظيفه مناسبه لمجال دراستهم في سوق العمل وما يلاقوش، فانت كان تجربتك ايه في الموضوع ده؟ او انت حاسه ان انت لما هتخلصي الدراسه حتى يعني هيبقى سهل ان انت تلاقي وظيفه، ولا كان ايه؟ ما اعرفش والله، هو فعلا في ازمه في الشغل في مصر دلوقتي، بس انا ما كنتش معتمده ان انا هخرج اشتغل في بنك او اشتغل كده على طول. انا كنت عايزه ابدا انفذ الفكره بتاعتي، حتى لو هبداها من البيت شويه شويه لغايه ما اعمل اكبر المشروع يعني واعمل الشركه اللي بحلم بيها. طيب انت فكرتك دي عندك يعني عندك ليها تصور كامل، عندك مصدر تمويل، عندك خطه ليها، او عندك اي حاجه للفكره دي، ولا هي حاجه لسه مبدئيه؟ لا هي حاجه لسه مبدئيه، انا ما عنديش مصدر تمويل يعني، هو بس الفلوس اللي اقدر انا ادبرها من مصروفي او كده. قلت اول ما هتخرج هبدا اشتغل من البيت، اعمل حاجات هاند ميد كده، او ابدا اخيط حاجات بسيطه على مكنه بقى اجيبها او كده، بس هبدا من البيت وشويه شويه الموضوع يكبر لغايه ما كان ممكن الاقي حد يمول لي. تمام. ولغايه ما يكبر يعني. طيب انت من احد الشباب اللي دخلتوا في مبادره فكرتك شركتك، ممكن تقولي لي اكتر عن يعني ليه انت قدمتي في المبادره دي؟ انا شايفاها مبادره حلوه وكويسه ان هي تقدر يعني توفر لي التمويل اللي انا محتاجاه عشان ابدا انفذ الفكره بتاعتي واعمل الشركه اللي بحلم بيها. ممكن ان هي مثلا تختصر في الوقت، ان انا كنت هبدأ من وانا مش معايا حاجة خالص، كان ممكن الامر ياخد كام سنة، انما دي لو وفرت لي مبلغ كويس من الفلوس هقدر ابتدي اكبر شوية. يعني انت بتدوري على دعم مادي ولا نوع دعم اخر من المبادرة؟ لا محتاجة دعم مادي منهم، او كمان طبعا التسويق وفروا لي السوق وناس تساعدني في يعني ناس يكون عندها اصلا خبرة في الموضوع ده ان هم يساعدوني، يحطوا لك يعني خطة عمل وكده. ان انت تبقي ماشية واخدة المشروع من الاول على اساس مبني يعني. أيوة. ما يكونش حاجة عشوائية. تمام. طب انت عارفة ان المبادرة دي بيكون زي مسابقة، يعني ناس كتير قوي بتقدم وبعدين بيختاروا منهم عدد معين، وبعدين بيبقى فيه زي التدريبات او مناقشات او حاجات كده، وبعدين يرجعوا يختاروا تاني مجموعة اصغر لغاية ما في الاخر بيوصلوا ل30 مشروع بس. طب انت فكرة المنافسة في حاجة زي كده بالنسبة لك ايه؟ هو طبيعي حياتنا كلها منافسة، يا اما هتكسب فيها او هتخسر. انا قلت بدل ما مشاركش خالص واخسر من الاول، انا ادخل اجرب اشوف حظي ايه، هقدر انجح ولا لا، ولو ما استفدتش او ما قدرتش ابقى من الناس المختارينهم دول هكون استفدت خبرة اكيد، ولو عملوا حاجة تانية هكون هشارك فيها يعني، بس اكيد هستفاد. طب انت ليكي خطة يعني لو حصل لا قدر الله ان انت ما كسبتيش في المبادرة او في المسابقة ان انت تنفذي مشروع، خطتك ايه لو ما مكسبتيش؟ انا خطتي ان انا هروح اخد كورسات او في ورش يعني ازاي اقدر ايه التصميم اصمم ازاي والحاجات دي كلها، يفهموني الاسس يعني. وابدا اشتغل انا من البيت، اعمل حاجه زي ما كل الناس بتبدا، محدش بيبتدي نجم على طول يعني، كل الناس بتبدا يعني هاخد السلم من اوله زي ما بيقولوا. تمام. يعني انت هتبداي بايدك بحاجه عمليه بجانب الدراسه اللي انت درستيها، فهيكون عندك زي خطه عمل برضو بجانب ان انت اشتغلتي بايدك. تمام. طب تفتكري ان الدوله مع المؤتمرات اللي بتعملها للشباب والمبادرات اللي زي دي فعلا بتوصل للشباب؟ اكيد في يعني بيطرحوا، بيخلون الشباب يتكلموا ويطرحوا ارائهم، ويقدروا كمان بيحاولوا الرئيس ويطرحوا عليه ارائهم وبيسالوه اسئله مباشره، ودي حاجه حلوه اول مره نشوفها اصلا ان الرئيس يقعد يتكلم مع شباب بلده، دي حاجه جديده يمكن في العالم ما حدش عملها قبل كده، فدي حاجه حلوه اخيرا يعني بقى في حد يهتم بالشباب ومهتم ان هو يسمعه. طب انت شايفه الدوله ممكن تعمل ايه اكتر من كده عشان توصل للشباب؟
توفر لهم مصادر المعرفة، تقعد تتكلم معهم أكتر من كده، تنفذ مشروعاتهم. يعني زي المبادرة دي كويسة قوي إن هما بيشوفوا أكيد الشباب عندهم أفكار وحاجات مش موجودة عند الناس الأكبر، فهم يقدروا يستفادوا من الحاجات دي. وكمان المفروض يعينوا الشباب في حاجات حكومية، مناصب حكومية، في مناصب حكومية. أيوة. عشان يستفادوا من خبرتهم، هما كمان عندهم رؤية جديدة، ويعملوا مزج بين الخبرات القديمة والفكر الجديدة. عشان شكرا لك يا فاطمة، انت احد النماذج المشرفة للشباب المصريين. خلصت فقرتنا اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع نكمل باقي حلقتنا. تعرف معنا على الخطوات المستقبلية بعد التخرج من كايرو ميديا سكول. الانضمام لعضوية كايرو ميديا كلوب التي تمكنك من الحصول على فرص تدريبية في المؤسسات الإعلامية وتجهيز سيرتك الذاتية والتقدم للوظائف ومناقشة أفكار الأعضاء وتوفير وسائل تنفيذها. الخريجون سيشاركون معنا في تأسيس كايرو تي في أونلاين، تلفزيون موجه باللغة الإنجليزية والعربية من القاهرة إلى العالم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا من الفاصل وفقرتنا دلوقتي عن مهرجان الجونة. مهرجان الجونة كان تحت شعار السينما الإنسانية. كتير من الناس بيفتقد الروح الإنسانية في التعامل في حياتنا دلوقتي. فكرة شعار المهرجان في الجونة اللي حظى بتغطية إعلامية كبيرة محليا وعالميا سلط الضوء على معنى جميل جدا وغير ملحوظ في السينما. السينما ليها دور كبير في تثقيف المشاهدين، وأيضا بتلعب دور مهم في التأثير على المجتمع بالسلب أو بالإيجاب. معنا النهاردة الناقد السينمائي أحمد منصور، هنتكلم عن أهمية صناعة السينما في مصر ودورها وتأثيرها على المجتمع. أهلا بيك أستاذ أحمد. أهلا بيك أستاذ أحمد. أنت من النقاد الشباب دلوقتي، احنا عايزين نتكلم اكتر عن صناعة السينما، خصوصا كان عندنا مهرجان الجونة وخلاص اخر يوم ليه النهاردة. فكنت عايزة اكلم حضرتك عن الشعار اللي رفعه مهرجان الجونة وهو السينما الانسانية. احنا بنفتقد كتير جدا الروح يعني، او السينما المصرية مش بتعرض افلام كتير فيها الجانب الانساني. تعليق حضرتك ايه؟ انا شايف ان انت يعني كلامك صح، لان فعلا الجانب الانساني مفقود في الـ في الـ في الدراما المصريه، سواء كان دراما او افلام. يعني عشان نتكلم عموما، الجانب السائد دلوقتي اكتر بيبقى الكوميدي مثلا، او الجانب مثلا الاكشن، او الافلام الشعبي طبعا زي ما احنا بنشوف ده، طبعا عشان السوق بيبقى عايز كده. تمام. فإن احنا نرفع شعار اللي هو الإنسانية ده عشان يعني نزود الدراما أكتر، الدراما الإنسانية في الأفلام، عشان ده مؤثر أكتر. يعني احنا مفروض إن احنا نقدم السوق عايز إيه، ولا احنا مفروض نرتقي ونقدم حاجات مفقودة في حياتنا وإحنا شايفين إن ممكن من خلال عرضها في السينما نرتقي بالذوق العام للمشاهدين؟ والله احنا مفروض نوازن بين ده وبين ده، نشوف السوق عايز ايه ونرتقي بالمستوى عشان نوصل ان احنا نبقى في مهرجانات وفي اوسكار وجودة. تمام. طب هي السينما بتعرض عامة الواقع اللي احنا عايشين فيه، ولا هي بتعرض حاجات بتشكل بيها الواقع؟ الاثنين اوقع اكتر، لان هي بتعرض الواقع، وفي نفس الوقت بتقولك ان الواقع يعني في كده وفي كده. فهماني؟ طيب كتير من الشباب في مصر ما بيكونوش مهتمين جدا بالقراية، وبتعتبر السينما هي مصدرهم الاول المعرفة عن حاجات كتير. فمن وجهة نظرك، في العاملين على صناعة السينما من كتاب او من مخرجين بيكونوا حاطين وجهة النظر دي، او بيحطوا في اعتبارهم وهم بيعملوا افلام او اعمال قادمة، ايه الحاجات اللي ممكن تبقى فايدة للشباب؟ يعني معلش ممكن تصوغي لي السؤال بطريقة أحسن كده؟ يعني قصدي إن مثلا الكتاب والمخرجين لما بيكون عندهم عمل جديد هيعملوه أو هيكتبوه، بيكون حاطين في بالهم القيمة إن الشباب كتير ما بيقروش، فبيعتمدوا على السينما والأفلام إن هم يعرفوا ثقافات مختلفة، إن هم بيعرفوا معلومات. ما بيقروش يعني ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا؟ لا، بيعرفوا يقروا ويكتبوا طبعا، بس قصدي هو يعني السينما بتأثر عليهم بشكل أكبر من إن هم يقروا كتاب أو يعرفوا معلوماتهم من الكتاب. تمام. تصوير الرواية أو الكتاب كأنه فيلم،
عامة أي حاجة بتشوفيها فيجوال بيشدك أكتر ما تشوفيها قرائي. طبعا ده كل طبعا على حسب كل شخص والتاني، بس في ناس تقولك لا أنا لو أنا بقرا من كتاب أحسن من إن أنا أشوفه فيجوال. في ناس تقولك لو ده اتعمل كفيلم أو كمسلسل أو حاجة هيتظلم لأن في تفاصيل مش هتيجي. وطبعا ده حصل قبل كده في كذا فيلم او مسلسل، ان مثلا حد يجي يعمل روايه في فيلم فيقول لك ان الروايه ما اتصورتش كويس وان في تفاصيل ما جاتش وان الكتاب احسن من الفيلم لان في تفاصيل اكتر. طيب بيعتبر برضو الممثل بيلعب برضو دور غير ان هو بيمثل دوره، بيلعب دور كمثل اعلى للشباب يعني. في مثلا احد الفنانين مؤخرا كان اتهم او وقع عليه اللوم ان هو كان قام بدور وناس كتير من الشباب قلدته في السلوك وفي المظهر. شايف ايه من الموضوع ده؟ مين بقى قصدك الممثل اللي انت بتقولي عليه؟ لا احنا مش لازم نقول اسماء يعني، بس انا اقصد يعني ان هو بيكون مثل اعلى للشباب، فهو لما بيقدم دور لازم يكون واخد في اعتباره ان في ناس بتتفرج عليه، مشاهدين وجمهور ممكن يقلدوه في التصرف ده، مش بيكون فاصلين ما بين ان ده تمثيل او حقيقة. تمام انا فاهمك، بس هو الممثل لما بيجي يمثل بيجي يمثل دور وفي الاخر ده اسمه تمثيل، بس ده مش بينهم على ان ده الواقع بتاعه او دي حقيقته في الحقيقة. فاللي بيتأثر بيه ده او اللي بيتأثر بال يعني تمام، الممثل عنده وجهة نظر بيقدمها وبيمثلها وبيفني يعني لما بيمثل بيدي كل حاجة فيه، فيبان ان هو ده الحقيقة وده الواقع اللي هو فيه، بس للأسف ده اكيد مش كده. ومش معنى ان هو مثل دور وحش وطلع ان هو مثله كويس جدا ان ده صح. تمام. بس هو بيمثل، فاهماني؟ بس معنى ان الناس تتأثر بيه دي برضو مش حاجة يعني كويسة. في اخر جماعة ده تمثيل. يعني انت شايف ان الشباب عندهم الوعي ده ان هم يعرفوا يفرقوا ما بين التمثيل بالزبط. الوعي لو الشخص عنده وعي اكتر هيعرف يمثل ان ده تمثيل وده حقيقة وده يتقلد وما يتقلدش وده لايف ستايل وده لايف ستايل. تمام. شكرا جدا لوجودك معنا، انت بجد نورتنا وافدتنا بمعلومات حضرتك. اعزائي المشاهدين للاسف حلقتنا خلصت، هنشوفكم في الاسبوع اللي جاي. الى اللقاء.